تعبانه قوي، مش عايزه انزل اشتغل النهارده خالص، نفسي اريح كده وانام. ايه ده، انا اتاخرت جدا، انا لازم اصحى كمان اصحي العيال، انا كمان اتاخرت عليهم قوي. يا ربي جوليان، جوليان اصحى بسرعه، عندك مدرسه انت يا جوليان. يوه انا نسيت خالص، انا نسيت. طيب ماما، ماما انا صحيت يا مامي، ممكن تعمليه الفطار؟ حاضر يا اما، حاضر انا هنزل اعمل لكم كلكم الاكل، عشان انا نسيت خالص اعمل لكم كلكم الفطار. انت ما صحيتنيش ليه من بدري يا ماما؟ انا المفروض ان انا عندي النهارده الحضانه. طيب روحي يلا قومي البسي، فين البنطلون بتاعك؟ حد يمشي بربوش كده؟ روحي البسي يلا. حاضر يا مامي هلبس اهو، وشوفي لي فين جوليان وهنا بسرعه. ايه ده، انا اتاخرت قوي على المدرسه، هلحق المدرسه ازاي؟ يلا يا هنا قومي البسي بسرعه، انا ما ظبطتش المنبه معلش، وانا كمان يا مامي ما ظبطتوش. يا لهوي يا لهوي، روح المدرسه متاخر يبقى منظري وحش جدا قدام العيال. يلا بسرعه يا جماعه البسوا بسرعه، انا هنزل اعمل لكم الفطار. ايه ده، مين اللي بيخبط دلوقتي؟ صباح الخير، ازي حضرتك؟ معلش والله انا متاخره جدا، العيال عايزين يفطروا، انا بس كنت جايب من المجازين بتاعت بون فواياج. ايه ده، المجله دي انا مش عارفاها اصلا. اه دي مجله مشهوره جدا، وبنقول لك ان انت كسبتي معانا احسن مطعم في مدينه بلاي موبيل سيتي، الناس كلها بتقول ان طعم الكافيه بتاعك واكله يجنن، فنحب ان احنا نحييكي ونقول لك بجد الف الف مبروك، وكان الناس كلها بتتكلم على المخبوزات بتاعتك. ايه ده، الله بجد انت فرحتني قوي، انا كنت تعبانه جدا النهارده، الدنيا طاقه جامده جدا، هروح بعد كده خلاص الحضانه والمدرسه قصدي، وقصدي الكافيه بتاعي، واعمل احلى كيك. شكرا شكرا، انا بس افطر عيالي وبعد كده اجي الكافيه على طول واشوف الموضوع ده بحضرتك بالتفصيل. طيب اوكي ماشي، انا هستناكي بقى النهارده في الكافيه، ما تتاخريش عشان الناس كلها بتتكلم عن الاكل بتاعك والكروسو والباتيه والكافي بتاعك كله يجنن. العفو العفو عليه حضرتك، ان شاء الله متاكده ان هو هيعجبك قوي قوي قوي. بجد شكله هيكون يوم تحفه، انا مبسوط قوي. الله، انا عايز اعمل الاكل للعيال. واو ماما، بقولك ايه؟ ايوه يا هنا، ممكن بس تعملي لي الكروسون انت بتعمليه عشان انا بحبه قوي، وانا كمان يا مامي بحبه جدا. بصوا معلش النهارده انا عندي بس شغل كتير قوي في الكافيه، عملت لكم بس شويه اكل كده سريع وكده هنشوف موضوع الاكل ده بعدين. ايه ده بجد يا مامي، عندك شغل النهارده في الكافيه؟ اه عندي النهارده حاجات كبيره جدا، في مسابقه جات لي، وفي مجله كده اسمها بون فواياج، مش عارفه جات لي برده، مش فاهمه اكلها، قصدك يا ماما اسمها بون ابيتي، ايا كان بقى اسمها بون ابيتي بون فواياج. المهم ان انا عايزه اعمل كافيه وكرواسون وحاجات كتيره جدا عشان خاطر المجله دي جايه تديني احسن ريتنج في مدينه بلاي موبيل سيتي كلها. ايه ده بجد يا ماما، ده خبر يجنن، هنخلص كلها طبعا المدرسه والحضانه ونجيلك على طول. طيب اوكي هستناكوا، يلا بقى اجروا بسرعه على الحضانه بتاعتكوا والمدرسه، وهستناكوا بقى اكون عملت مخبوزات بتاعتي. الله، انا هقعد اخبزهم النهارده بضمير عشان خاطر الناس كلها تيجي يعجبهم الاكل بتاعي، وهعمل الكيك وهعمل الاوبننج بتاعي هيكون تحفه. الله، نفسي بقى فعلا انجح في المدرسه بتاعه بون فواياج دي واعمل فيها شغل جامد قوي قوي قوي. صباح الخير، انا كنت عايز واحد كرواسون واحد كيك بالشوكليت. طيب حياتك اتفضل هناك، هدوم لك فريش، لكن تاخدهم هنا ولا تيك اواي؟ لا لا انا هاخدهم هنا، وعايز القهوه بتاعتي لو سمحت. اوكي كده الحساب كله هيكون 50 يورو. طيب اوكي اتفضلي. ميرسي قوي. لو سمحت انا كنت عايز الكرواسون اللي هو بالجبنه ده السايح، ومعاه كوفي. وانا اسفه لسه ما عملتش اللي بالجبنه، في اللي بالشوكليت حضرتك تحبيه؟ طيب اوكي ماشي، هاخد اللي بالشوكليت. اوكي ب 25. طيب اتفضلي. هي بصي الشوكولاته هتعجبك قوي. ماشي ماشي، ميرسي جدا، تسلم ايدك. بجد انا بحب الكيك والدونتس بتاعتك قوي، احلى كيك ودونتس في مدينه بلاي موبيل كلها، بنيجي بدل نفطر هنا الصبح قبل ما نروح الشغل، لحسن بجد بتبقى متعبه جدا جدا جدا. طيب ماشي كويس ان هو عجبك، انا عارفه ان انت هيعجبك قوي. اوكي مين بقى تاني بعد كده؟ اتفضلوا كلكم. واو، انا يعني سمعت ان انت عندك احسن كوفي، ممكن بقى تديني كوفي معاها الكروسون؟ طبعا حضرتك شكرا، ضحكت منورانا، في اوفر كمان عليهم النهارده. بجد والله؟ اه الاثنين ب 15 بس. طيب والله ده حلو جدا.
وشكل كمان الكيك ده يجنن. اه طبعا الكيك هنا تحفه، وكمان في دانش، في كل الحاجات تحبيه. طب انا هاخد حبه لاولادي بقى وانا ماشيه. انت طلعت في المجله؟ ايه ده صاحب المجله جه هو اللي قال لي ان انا هطلع في المجله؟ الله، انا كنت مستنياه من زمان. اهلا بيك، اتفضل. ايوه انا المخرج بتاع المجله بتاع بون فواياج. انا كنت عايزه اقول لك ان انت واخده احسن بيكنج شوب في بلاي موبيل سيتي كلها. ايوه حضرتك كنت جايه الصبح البيت وقلت لي الكلام ده. حضرتك بقى تحب تشرب وتاكل ايه معانا النهارده؟ عاملين مخبوزات تجنن. بصي انا عايزه اخد كل الفلوس اللي معاكي في الخزنه، يلا عشان نشوف مامي النهارده وهي طلعت بقى في المجله تاخد احسن بلاي موبيل سيتي. طب مش كنتوا تلبسوني بنطلون بدل ما انا ماشيه بلبوسه كده في مدينه بلاي موبيل؟ مش مشكله يا ماما، بقى محدش مركز. تعالي نفتح بقى ونخش نشوف ماما. ايه ده يا نهاري، ده في سطو مسلح جوه، ده في حرامي بيقول لمامي هاتي الفلوس بتاعت الخزنه. ايه اللي انت بتقولي ده؟ اه والله ده الحرامي واقف وحاطط المسدس على ماما والناس كلهم اللي في الكافيه. عايزين نلحق نتصرف، بس احنا نكلم البوليس بسرعه ونطلع بقى فوق من الكافيه. خلاص ماشي يا امانه معاك، انا خايفه قوي على ماما. ما تخافيش يا امانه، نلحق نتصرف بسرعه عشان نلحق ننقذ ماما. اوكي انا معاك، يلا بسرعه. ايه هاتوا كل اللي معاكوا، اتفضلوا كل واحد في كافيه يطلع ايده. وانا متاكد ان مش هيحصل لكم حاجه غلط، اي حد هيفكر ان هو يعمل حاجه كده ولا كده هموته. يا نهاري بجد ما تعمليش حاجه. طيب انا بجد معيش فلوس خالص، لسه فاتحه الخزنه وما عملتش اصلا، لسه ما بعتش اساسا. ماليش دعوه، انا عايز كلكم تطلعوا الفلوس اللي معاكوا. يا ربي هو الراجل ده ليه جاي يهددنا على الصبح؟ احنا هنقول الكافيه بتاعك حلو. بجد انا مش عارفه، انا ماليش دعوه، هو بجد وحش جدا. انا مالي انا؟ طيب دي حاجه بجد صعبه جدا. طيب خلاص ما تقلقيش، بصي احنا هنشوف حل للموضوع ده. اول لما الراجل ده يمشي هنحط لك سكيورتي على البوابه. ايوه يا ريت بجد. حاجه تاخد بسكوت؟ ايوه تاخد بيوم كيك. بجد انا معيش فلوس. طب اديك الديسكاونت. انا مش عايز اخد ولا كيك ولا بسكوت، انا عايز اخد فلوس. اما ما تهليش احنا هنرمي البوليس وهيجوا دلوقتي، هنطلع احنا من فوق بقى ونرمي على الراجل ده حاجه على دماغه هيقع على الارض معايا في الارض. متاكده من انت بتقوليه ده؟ ايوه طبعا متاكده، هجرب، ما عنديش اي اوبشن تاني. طيب ماشي انا معاكي عامه، يلا مستعده. ايوه نزلت على الماسوره اهو. بص والله بقولك معيش فلوس، انت اللي انت عايز تاخده خده، بس بجد انا معيش فلوس. طيب اقولك ايه بقى، انا كل واحد طب يبلعوا الدهب والمجوهرات اللي معاك، وانا ما عنديش حاجه غير سيختي والحلقه اللي انا لابساها. ايه ده بجد، انا مش قادره اصدق نفسي. يلا يا اما يلا لازم نرمي عليهم حاجه. طب هنعمل ايه؟ طيب انا معيش دهب خالص غير حته الخاتم اللي انا لابساه. انتوا هتهزروا؟ هو انتوا الوحيدين اللي موجودين هنا؟ يلا يا اما، واحد اتنين ارمي عليه الفازة، تلاتة يلا طلعوا فلوس هنا، هموتكوا واحد ورا التاني. يا رب تنزل على دماغه. اي اوكي، اخدت المسدس بسرعة، اخدت المسدس. عارفة احنا نوقعها عليه، انت لما تتحركش. ايه ده، ده طلع اصلا مسدس ميه، انت بتضحك علينا ولا ايه؟ ايه ده ولادي، هنا اما انتوا اللي انقذتوني. اوه انا كل في القصه، الحمد لله انتوا مسكتوا في الوقت المناسب. ايه ده، طلع راجل مسرح، الحقونا، ده كان عايز ان هو يموتنا، بس في الاخر طلع معاه مسدس ميه. طيب مش مشكلة، المهم ان انتوا قبضتوا عليه. بجد الراجل اللي بيسير الذعر في الاماكن دي لازم هو يتقبض عليه ويحصل فيه حاجات وحشة قوي. انت بتهزر، بتلعب الناس كلها عشان تاخد فلوس، احنا هوريك هيحصل فيك ايه. بجد خلاص انا اسف، طب مش هعمل كده تاني. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده، انت هتشوف اللي عمرك ما شفته قبل كده. ماما بجد احنا مبسوطين ان انتي كويسة، كنا قلقانين عليك قوي. بجد يا ولدي انتوا انقذتوني، بجد ربنا يخليكم ليا، انا بحبكم قوي قوي قوي، احنا دايما بنحب.
بحبك قوي يا ماما، ربنا يخليكي لينا جدا جدا جدا. برافو عليكم يا اولاد، انتوا ابطال مش شجعان، بتاخدوا الابطال بتاعت مدينه بلاي موبيل الشهر ده عشان خاطر انتوا مسكتوا حرامي جامد جدا وانقذتوا مامتكم وقعت الفاظ عليه وكلمتوا البوليس. لا افكار بجد جامده قوي قوي قوي، لازم نحييكم على شجاعتكم. الحمد لله احنا مبسوطين قوي يا ماما ان انتي كويسه بجد، كنا قلقانين عليكي موت. طيب انا كمان كنت قلقانه عليكم قوي يا رب تكونوا انتوا كمان كويسين. انا بجد فخوره بيكم قوي ان انا خلفت ولاد شجعان كده، ربنا يخليكم ليا، بحبكم قوي قوي قوي.